معانا فرقة جاوي، وهنلتقي الآن مع فادي ويسا. وفادي ويسا هو عازف الكيبورد وعازف الجيتار والموزع الموسيقي لفرقة جاوي. مساء الخير. تنور. أنا عرفت إن أنت كان ليك دور كبير قوي في الشكل النهائي للفرقة. الفرقة ابتدت محمد عبد اللطيف بيغني وأحمد الجمل بيكتب شعر، وكانوا عايزين يعملوا حاجة تميل للتقليدية شوية. أنت جيت قلت لهم لا، أنا عايز شكل مختلف خالص. بفعلنا. إيه الشكل أو إيه الإضافة اللي أنت أدخلتها؟ حبينا بس نعمل يعني اختلاف في المزيكا، لأن إحنا بنحب مزيكا مثلا معينة مثلا زي الفانك، فحبينا نحط الحاجات دي في الاغاني بتاعتنا يعني، ونغير كلام احمد الجمل مثلا شويه يعني وكده، والالحان وبتاع ابتدينا نعملها. قدرتوا على احمد من النوع اللي هو بيعتز جدا يعني بكلامه، ابتدينا مثلا نقول له لا دي تقيله مثلا شويه وكده بس. وحبينا مثلا نجيب المزيكا اللي بتتلعب بره هنا يعني معانا وكده، في ايقاعات برضو غربيه احنا بنلعب يعني احنا بنلعب شرقي وغربي، وبس في الغربي اكتر يعني شويه. اتجاه ايه اكتر؟ اتجاه مثلا الار ام بي والبوب، وده في المزيكا. في الشعر طبعا واللحن بيبقى عربي او مصري اكتر يعني شويه. هم كانوا عايزين يعملوا الفرقه بشكل تقليدي اللي هو مغني وواحد بيقول شعر وثنائي بقى وكده وحاجات. طيب انت بتلعب برضو في فرق تانية غير معجاوي؟ بلعب بس مش كتير يعني، بس انا مهتم اكتر يعني، بقالي سنتين مثلا مهتم بجاوي يعني شوية. ايه اللي خلاك يعني تركز مع جاوي؟ يعني ايه الحاجة اللي لفتت نظرك قوي وخليتك ان انت تقرر الفرقة دي انا عايز افضل معاها؟ اللي هو الموضوع، الكلام عجبني جدا يعني، وحبيت يعني الموضوع كله على بعض، وهم اصلا في الاول صحابي يعني فما اختلفتش يعني. وحاسس ان الاغاني اللي هما بيغنوها او الشعر اللي بيتقال قريب منك من طبعا في حاجات طبعا شويه، وفي حاجات ما بفهمهاش بس يعني بسال فيها. هو شعر احمد جميل، بس هو يعني ليه يعني نظره في الحياه وليه فلسفته الخاصه.